مرحبا بكم في مع حاتم مع أنس بن مالك في بقعة حاتم في إي إف إم أحلى راديو. نسلم عليكم مستمعين كل وميرسي عزة بول شوا لغنية فيت لجورج مايكل. اليوم 4 سنوات يوما بعد يوم من نهار 25 ديسمبر 2016 غادرنا جورج مايكل فنان الكبير. دونك مرحبا ماي. مرحبا بك أنس. شنحوالك؟ شعنا اليوم نقعدوا في متابعة القضية نبيل القروي ويكون حاضر معنا ماتخ نزيه السويعي محامي رئيس قلب تونس. شنية ردود أفعال شركاء قلب تونس في الائتلاف الحاكم؟ نرجع لبيان حركة النهضة وبيان ائتلاف الكرامة. سيف الدين مخلوف يرد على مروجي إشاعة هروبه بعد أخبار عن قضية جارية ضده. شنية هي ثورة التنوير كما سميتها رئيس الدستور الحر عبير موسي؟ لماذا تم الاستثناء بخصوص قضية سامي الفهري؟ دونك ماي حافل اليوم كالعادة القضايا ومش نحكيه على القضايا ما ينجم يكون معانا كان المحامي الأستاذ الزميل اللي عندي بمدة مريتوش المزال زميل ومزلت متوحشو برشا. مرحبا الأستاذ نزيه السويعي. يعيشك. شكرا أستاذ نزيه السويعي محامي رئيس قلب تونس السيد نبيل القروي. دونك برشا حاجات قالوا في الموضوع هذا. اول حاجه باش نبدا من الاخر قلت وانه فما برشا اشاعات تقالت غالطه وباش تقاضيو اللي قالوا الكلام الغالط. شنو الغالط في اللي تقال الكل؟ الغالط اللي تقال الكل هي التسريبات اللي صارت قبل الجلسه هذه خاصة هذه حكاية 140 ولا 143 143 مليار خذيناها من مصادر صحفية معناتها اون برانسيب فيابل ما شكيناش فيها ودولتها الصحف الكل ولا وسائل الإعلام الكل. إذا كان 143 مليار هذوما فيابل إذا كان السورس فيابل معناها ثم تسريب نتاع الاختبارات نتاع التقارير هذه قبل الجلسه وانا تعجبت واحنا في التحقيق معناها ما نجموش يكونوا فيابل ديجا دومبلي اون بو ديغ سا. ونجم انا نقول لك باللي هذه ما ثماش ال 140 مليار لو شيف خير نيكزيست با مش 140 ال 143 مليار شيف ما ينقصوا منهم غلط ما فماش ومش موجود هذايا مش موجود وما ثماش لا تبيض اموال وحتى حتى كي تقرا ما تلقاش كلمة تبييض أموال ما ثماش تهرب جبائي ما ثماش فلوس خرجت من تونس بالكل من 2006 لتو ما فما فلوس دخلت لتونس برك أما برشا فلوس دخلوا لتونس وهو استثمار يعني هي رسالة استثمار. هي رسالة تكون سلبية للي باش يستثمر في تونس وقت اللي احنا نجيو معناها نجيو كيما هكا ونتحدثوا كيما هكا وعنا كيما تعرف أنت أستاذ بالنسبة لسرية التحقيق وبالنسبة للكلام اللي قاعد يصير كل هذا يفقد المهم أنت تكذب وأنه فما 143 مليار دخلهم نبيل القروي مجهولين مصدر هذا ما فماش ما ثماش حتى من الليم ما هوش جوستيفي به هو في القضية هذه علاش توقف سي نبيل معناتها تم إيداعه بالسجن في إطار أنا قضية ما أنا نعرفه فما القضية متاع التهرب الجبائي فما القضية متاع التعامل مع المؤسسة متاع الضغط الأمريكية وفما قضية أي واتش فما قضية واحدة أنت دونك اليوم عنده قضية واحدة فما قضية واحدة هي نفس القضية اللي صار فيها الإيقاف الأولاني وقت اللي محكم تعقيب اللي هي نفسها هذه اللي فيها في التحقيق ديما التهم تكون واسعة كل شيء كما تعرف أنت واحد هو اللي يعمل ساعات في مع بوليس معناتها يوقفك ومن بعد تعارك أنت وهي يعدي لك 7 تهم يعديهم الكل بطبيعة الحال ومن بعد التحليل هو التحقيق موجود باش يثبت وباش يغربل وباش يخلط إذا كان فما جريمة ولا ما ثماش. أي على شنو السادة المستمعين يعرفوا شنو هو التهمة الموجهة إلى السيد نبيل القروي اليوم ما فماش تهمة ثم العديد تهم عديدة لكن اختبارات صارت أنا اليوم نحس نفسي عندي على شنو نجم نحكي مش كيما في الفترة اللي فاتت. أي ما فماش اليوم عندي اختبار عندك اختبار اليوم عندي اختبار ونجم نجاوب عليه عندي 870 صفحة نجاوب عليه اللي لليوم ما زلنا ما جاوبناش عليه. السيد نبيل القروي تم إيقافه لكن ما زلنا ما جاوبناش على النقاط هذوما الكلهم اللي السيد قاضي التحقيق بطبيعة الحال هو من حقه للإيقاف ربما نجم نقولوا باللي ما ثماش خطورة على الملف وثماش خطورة هروب ما ثماش خطورة اختفاء
السيد نبيل القروي كل ما كل ما يعطيت العداله يمشي، عمره ما يوخر، عمره ما يتردد، عمره ما يخبي حتى شيء. اللي ثم الكل يجي ديما، هذا معروف، معناه عمركم باقي راكم سمعتوا به نهار حتى التاخير ما يصيرش. دونك استاذ نزيه نفس المصدر قال وانه الاختبارات، علاش تم ايقاف سيد نبيل القروي؟ نعرفوا احنا كمحامين وانه كل اختبار يحضر عنا الحق باش نوخروا للاطلاع والتعليق على قرار الاختبار. يقول المصدر وانه الاختبارات هو معناتها عند المحامين عندها مده كبيره وهما ما جاوبوش عليها. لا، مش مده طويله، مده قصيره. وعندنا ردود مبدئيه، ثم ردود صارت من عند سي نبيل القروي معناها بنفسه، كانت المده هي الجلسه كانت قصيره ياسر، وتم طلب التاخير للرد على كل النقاط على 870 صفحه. 870 صفحه. اي 870 صفحه، ماهيش صغيره، معناها راهو قعدوا 17 و16 شهر يخدموا فيها ثلاثه خبراء، والملف قديم. ولهذا لازم شويه وقت باش نجموا نجاوبوا، لكن صدرت هذه البطاقه في انتظار الرد على هذه النقاط. وديما نعاود نرجع لك، لا 143 لا 3، الثلاثه اللي بعد 143 يعني. زاد ما فهمش حتى ثلاثه لا. حتى ثلاثه لا ما فهمش. فما في الايقاف السيده بالقروي المره الاولى، فما العديد من الاطراف قالت نشتموا رائحه معناتها السياسه في الايقاف هذا. عديد في المره الاولى. أي. في المره الثانيه من اليوم ما سمعناش نفس الاطراف. انت تراوا انه المره هذه قرار قضائي بحت، كان ما كانش فيه مشوب بالسياسه؟ هو طويق احنا فما عندنا محطات، هو وبالنسبه لي هو المحطه الاولى كانت بالاعداد لاصدار قانون اقصائي بالنظر الى نفس الشخص ونفس هذا الحزب. كانت تفكر وقتها وما تعداش وقت سي البيجة الله يرحمه لم يتم اي نفكروها. اي هذيك الاولى. الثانيه صار ايقاف اليوم نحكيو على اليوم. الثانيه صار ايقاف وقت الحمله الانتخابيه. أي. وقتها محكمه التعقيب، هذاك الناس كل قالوا فهم نشتموا رائحه السياسه، محكمه التعقيب قالت راهو الايقاف هذاك تعسفي. داكور. والمره هذه عندنا حوار وطني. هو يقول لك توا انا عندي حوار وطني، ويقول كونه الاقتصاد ماهيش بتفسيرك السياسي اقصاء سيد نبيل القروي من الحوار الوطني. هذا هو شنو يشوف، خاطر انت توك شفت الحمله كلها معناها كانت لابعاده عن هذا الحوار هو والحزب نتاعو، وتعرف توت لي بيريبيسي معناها اللي صاروا كلها. دونك هو يحطه في نفس السياق، يقول انا توا في محطه ثالثه وهي محطه مهمه ويعتبر انه تم اقصاؤه فيها. بالنسبه لتونس مهمه اكثر من اي شخص. بالنسبه لتونس اليوم وقت اللي نقولوا حوار وطني راه واسع، بما انه الحزب الثاني في الانتخابات جاء. هو قال هذا الناس منتخبين. داكور. الرؤيه به توا به نبيل القروي. دونك خذينا اهم المعلومات وشكرا على صراحتك استاذ نزيه. باش نجيك السؤال الاخير، ما يتعلقش بالسيد نبيل القروي، يتعلق بالسيد غازي القروي. السيد غازي القروي هل انه معناتها في القضيه هذه معناتها مجبود كما مرة الاولى وهو معناتها ما تمش القاء القبض عليه انه مجبود، لكن بما انه يتمتع بالحصانه تم ايقاف السيد نبيل القروي وهو لا، والا القضيه وليت التهمه توا موجهه راسا الى السيد نبيل القروي؟ اليوم ما ثماش نقاش هذا نتاع الحصانه او رفع الحصانه او استدعاء السيد غازي القروي. الاستدعاء كان السيد نبيل القروي فقط وجه حذر فقط. فتم ايداعه والملاحظه مهمه معناها كما قلنا قبيله، اللي هو ما يهربش وما يبعدش ويجي ديما وعلى ذمه العداله وعنده ثقه في العداله وفي نزاهتها. كان ينجم زاد هو ينتفع به هذا. كيف؟ خاطر الملف واحد. أي. كيف فيه طرف. أي. يحب يتمسك بالحصانه، ما هو يقف كل شيء، هذا الكل وهذا ما تمسكش به. وهذا ما تمسكش به سيد نبيل القروي. ما تمسكش به وما مشاش فيه، وكان وعبر عن استعداده وديما عنده استعداد للمثول امام العداله، ما عندوش فيها شك بالكل، وعنده ثقه فيها. بقى هذه هي الظروف اليوم الموجوده. شكرا استاذ نزيه زويعي. جوست شنو خطوات قادمه لفريق الدفاع؟ باش نجاوبوا على التقرير، باش تجاوبوا على الاختبار. أي. وتقدموا مطلب افراج هكا ان شاء الله. هاتوك فريق الدفاع ان شاء الله باش يجتمع قريبا، وعندنا البرنامج ان شاء الله مع بعضنا. هذاك الكل نعملوه. فما رجال
نعم فما اجال؟ لا ما فماش، هما ما فماش اجال، اما احنا معناها من مصلحتنا باش نقولوا باش تسرع. اي خاطر احنا تو اليوم السيد قاضي التحقيق عنده وجهه نظر واحده في الاختبار، في الملف، يلزمنا احنا باش نجاوبوا من الجهه الاخرى، معناها يلزمنا نزربوا باش نكونوا باش ما نطولوش. حتى كي تعطي مطلب نتاع افراج تكون مبرره وتكون معناتها، خاصه بعد ما قدمت الردود نتاعك هكا ولا لا استاذ؟ ونجم حتى ما نوصلش لغاديك، مادام باش عندي ثقه في الردود ونعرف النقاط الكلهم، لازم يكون زاد الافراج اوتوماتيك، معناها خاطر باش تكون اوراق جديده في الملف واجوبه واضحه ومؤيده. شكرا استاذ نزيم، ميرسي على قبول الدعوه، وان شاء الله ما يفقدوش مستقيتهم الجماعه اللي قاعدين يهاضوا في 140 143 ان شاء الله. ان شاء الله باش يجي نهار. لا هو الرقم هذا وريتك انت معناتها اللي قلت مش صحيح، دونك هذاك علي حبيت ان معناتها تكون ضيفنا ومرحبا بك باش تاكد لنا انه المعلومه هذه غالطه. بارك الله فيكم، بارك الله فيكم، هي فرصه ممتازه ومتميزه بحضوركم. وباقي نحب نعاود نقول كونه المونطون هذا اللي هو خرج قبل الاصدعاء، تعرفوا الاصدعاء الجلسه مش عائلته الكل يفتي بالهم به، الاستدعاء التحقيق مش عائلته الكل، الاستدعاء فقط موعد التحقيق اللي سمعته وانا وشفته وشفنا في حتى في الوحده نتاعنا وكل شيء، من بعد نلقاو ان شيف كيما هكا ويتداول. سي دوماج، معناها سي دوماج لتونس، خاطر ماذا بينا نخليو القضاء يخدم على نفسه ونخليو الناس تدافع على بعضها. وكما قلت ديجا انا، معناها الهدف ما هوش فلان سجن او لم يسجن، ما هوش هذا الهدف، ما نجموش. الهدف هو القانون، احترام القانون، وعطينا الحق الحقيقة والحقيقه ولا. وقت اللي اي واحد وقت اللي جابه بالحقيقه حتى حد ما نجم راهو يفرحها ولا يشكك فيها، هذا هو. دونك على الغلب 140 هذوما وال 143 والثلاثه المساج وسيو فهمناك استاذ، شكرا على التوضيح ومرحبا بك معنا. نخرج فاصل نرجعوا بعد. شكرا. راديو ترجع لكم في السيزون 3 اخبار جديده في كل ما يهم عالم السيارات، كل نهار احد من 9 لل 10 متاع الصباح. نجاوبوكم على اسئلتكم، كان عندكم مشكله في الميكانيك ولا تحب تشري كهرباء وتحب شكون ينصحك، يكفي باش تطلبنا على 71 194 194 وانزل على الرقم 3 وسجل اسئلتك. ميلا نوتخ رونديفو كل نهار احد من 9 لل 10 متاع الصباح مع ميلا بن يوسف على اي اف ام، احلى راديو. شوف المحاين، شوف واللي تعدى وصار. المسلسل اللي حقق أعلى نسب مشاهدة في تركيا. شوف والغدر صار. المتحصل على جوائز عالمية. ماهوش ذنبي ما تلوم عليا. نحبه وما نسلم فيه. زيادة بالحب ما نعليه. يوميا 48 دقيقة على نسمة قناة العائلة. مش عام مش اثنين، هوني نحكيو على عشرة عمرها 9 سنين. من اللي بدينا سمعتونا، حبيتوا برامجنا الكل وتبعتونا، في أفراحنا ونجاحنا شاركتونا، كنتوا مازلتوا وباش تقعدوا أوفى وأحلى مستمعين. في عيد ميلاد إيفام التاسع نقولوا لكم كل عام وانتم بخير، بالكادوات والربح ديما فرحانين. من 28 ديسمبر ل 3 جانفي الربح على طول النهار وفي ليزيميسيون الكل. ابعث اس ام اس فيه إيفام على 85 801 باش تكون واحد من الرابحين. سعر الاس ام اس 960 مليم. إيفام احلى راديو. احلى ضحكه. علاش عروستنا هك؟ شكونوا أول شيف داكسيون نتاع الستونس؟ شكونوا المخترع نتاع العروسات بوينس؟ باهي لهنا يلزمنا كراسي بلاستيك تتك عليه ويتكسروا، ولهنا يلزمنا طاولة بلاستيك فيها 4 ساقين يركبوا ويتنحاوا تركبوا محل فيهم تطيح، ولهنا يلزمنا نقبة زعما تاع باراسول هي، أما شنو هي المهمة نتاعها النقبة هذيك؟ تلم الصندر وتلم الفتفات نتاع الخبز. علاه عروساتنا هكا؟ تعرف كي نتخيل عرسي مرة أخرى كيف باش يكون؟ نهز مرتي البلدية نصحح تصحح نخرجوا نخدم كهرباء بون نخبو تاكسي. بسمة
8 ل 9 متاع الليل انتم تسمعوا في مع حاتم على اي اف ام احلى راديو. ماسك واستهلاك للاخبار. ماسك واستهلاك للاخبار. مرحبا بكم في مع حاتم على اي اف ام احلى راديو. مي مرحبا بك أنس. باش نقعدوا نحكيوا على تداعيات قضية نبيل القروي. باش نبداو بتصريح لأسامة الخليفي اليوم رئيس كتلة قلب تونس في البرلمان. نسمعوه شنو يحكي اليوم. باش نواصلوا الدعم لهذه الحكومة من منطق المسؤولية لأنه احنا مساندينها رغم لم نكن شاركنا في اختيار رئيس حكومتها ولا كنا موجودين في وسط. والناس اللي قالت الحكومة هذه سقطت نحب نقول لهم ما سقطتش بالطبيعة. باش يكون ثم تداعيات بالمناسبة للحملات التشويه وحملات التشكيك والحملات الممنهجة اللي طالت الحزب وطالت النواب وطالت السيد نبيل القروي في المخالطات حول الأرقام وحول المسائل القضائي. تبش نكونوا لجنة لتتبع قضائيا كل من ساهم في هذا وهي ممنهجة للضغط على المسائل القضائي. دونك كما كنا نسمع اليوم حكي رئيس كتلة قلب تونس في البرلمان أسامة الخليفي اللي كتلة قلب تونس اللي اجتمعت قررت الإبقاء على الاجتماع مفتوح والاجتماع بصفة دورية باش يدرسوا الوضعية السياسية والوضعية ككل في البلاد والوضعية القانونية رئيس الحزب نبيل القروي. وزاد قال اللي كتلته متماسكة وصامدة رغم الهرسلة وحملات التشويه والمغالطات الممنهجة. وقال اللي مش باش يكون فما تغيير في الموقف السياسي لحزب والكتلة في الوقت الحالي وباش تواصل دعم الحكومة من باب المسؤولية. فوالا دونك السؤال اللي تسالوه الناس كلها لانه حزب قلب تونس باش يتغير الموقع نتاعو بعد ايقاف رئيسه السيد نبيل القروي السيد اسامه الخليفي اللي هو اكثر وجه يمكن يظهر في الميديا في التلفاز باش يعبر على هو سي عياض اللومي ما خاصه هو معناتها واستنسوا به العباد وعرفوه خاطر حزب قلب تونس ما هي حزب من الأحزاب اللي تبني على شخص برك على شخص رئيسه سيد نبيل القروي حزب نبيل القروي. العباد ماشي تصوت في الرئاسية نبيل القروي وفي التشريعية ماشيين يصوتوا الحزب نبيل القروي. دونك حتى يسألوا فهم شكون يمشي بربي شو اسمه حزب نبيل القروي يقولوا له حزب قلب تونس في الانتخابات وعملوا لهم الصيد هذاك اللي هو الشعار نتاع الحزب. دونك لكن بعد انتخابات دارت وجوه جديده بطبيعه ديما تظهر وجوه جديده اللي هي وجوه برلمانيه في مقدمتهم السيد اسامه الخليفي والسيد عياض اللومي هكا والسيد والسيد عياض اللومي اللي هما اللي اكثر ظاهرين. دونك يبدو ان لليوم اليوم 25 ديسمبر مازالت فما دعم من قلب تونس للحكومة وأنه وهذا للحكومة ويقولوا دعم قلب تونس للحكومة معناتها قلب تونس مازال في الائتلاف الحاكم لم يغادر الائتلاف الحاكم. وجسوي كريو باش نشوفهم بعد شنو ردود الحل زوز او الحلفاء نتاعهم نشوفوهم يمكن بعد ما اي باش نتعداو ديريكتومون. دونك الشريك الاول اللي هو حركه النهضه كان اليوم هبط المكتب التنفيذي لحركه النهضه بيان قال فيه حرفيا عقد المكتب التنفيذي لحركه النهضه يوم امس الخميس 24 ديسمبر 2020 اجتماع الدوري برئاسه الاستاذ راشد الغنوجي لتدارس اخر المستجدات السياسيه والاجتماعيه في البلاد. وبعد التداول تعبر حركه النهضه عن تضامنها مع حزب قلب تونس وكتلته البرلمانيه اثر تعرضهم لحملات تشويه بعد اصدار بطاقه إيداع بالسجن في حق السيد نبيل القروي رئيس الحزب تثمينها للاتفاق الحاصل بين الحكومة وممثلي السلطة القضائية وتؤكد ثقتها في القضاء كسلطة مستقلة ومحايدة عن كل التجاذبات وضغوطات سياسية. نقطة ثالثة دعمها المتواصل للسيد رئيس الحكومة هشام المشيشي ودعوته لإلاء الملفات الاجتماعية والاقتصادية الأولوية الكبرى وعدم التواني في محاربة الفساد الذي يعطل كل مسارات الإصلاح والاستقرار. النقطة الرابعة هي ترحيبها بكل دعوات الحوار الوطني وفي مقدمتها مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل والهدف إلى التوافق حول الخيارات الاقتصادية الكبرى والإصلاحات المستعجلة الكفيلة بالخروج بالبلاد من الوضع الراهن والمفضية إلى وضوح الرؤية الاقتصادية والاجتماعية للعمل الحكومي وتخفيف من تداعيات جائحة كورونا. حركة النهضة بإمضاء الأستاذ راشد الغنوشي. دونك هذا البيان. دونك البيان واضح هوني أو أهم نقطة واللي هي النقطة الأولى تضامن حركة النهضة مع حزب قلب تونس هو تضامن لما شروط معناتها بما أنه حتى في تعرفوا وأنه بعد لوقع الإفراج عن السيد نبيل القروي مرة الأولى وباقي وقتها مازالت فماش علاقة بين قلب تونس وحركة النهضة وإتلاف الكرامة مازالوا بعد
كي ولا فما التلاقي دونك ترفع الحرج، لأنه السيد نبيل القروي خرج من الحبس. اليوم الحرج يمكن يرجع من جديد بما أنه تم إيقاف السيد نبيل القروي، لكن رغم هذا الحرج بما أنه أحد حلفاء متاح المهمين في الائتلاف الحاكم اليوم في الحبس، اليوم يقبع في السجن. شنو استنينا بيان حركة النهضة باش نشوفوا هل أنه الموقف متاحها معناتها تبدل، خاطر كما قلت لك ما يقبيلة حزب نبي، حزب قلب تونس، أنا حزب نبيل القروي. هو حزب نبيل القروي، وأنا الكلمة اللي قالها السيد الأستاذ نزيه السويعي كلمة مهمة، كي يقول لك باش يقصيوهم الحوار الوطني. ديجا النقطة هذه مطروحة في بين المكتب التنفيذي لحركة النهضة، الحوار الوطني باش يقصيوهم مهم جدا، لأنه مهما قدم قلب تونس اليوم الأسماء فانه معناتها ما همش باش يكونوا بالوزن والثقل والكلمه تاع السيد نبيل القرب، فهمتني؟ فاليوم كيفاش حركه النهضه الموقف نتاعها اللي عرفناه اليوم، وهو تضمنها المطلق مع حزب قلب تونس، وهذا يدل وان الائتلاف الحاكم مازال متماسك، مازال متماسك الى حد هذه اللحظه، حتى يجي معناتها ما يخالف ذلك. الحاجه الثانيه المهمه هو الدعوه، دعمها المتواصل لسيد رئيس الحكومه. اي كما قال دونك اسامه الخليفي في نفس ماشيين في نفس الثنيه، نفس التصريحات نفس المواقف، كما قال اسامه الخليفي اللي هو باش يقعد قلب تونس يدعم في الحكومه، كيف حركه النهضه باش تقعد داعمه لحكومه المشيشي. دونك خلينا نزيد شويه في النقطه هذه مي. دونك اليوم عندنا ائتلاف عنده اليوم اخطى العقبات العديده اللي ضده تلعب، عندك جائحه الكورونا، عندك التململ الاجتماعي، عندك مؤشرات الاقتصاديه الكل في الصفر. اليوم عقبه جديده، رئيس ثاني حزب في الائتلاف في الحبس، هذا اختبار مدى تماسك، خاطر اليوم فما برشا أحزاب تلعب على انهيار هذا الارتباط ما بين قلب تونس وزوز مؤلفات الأخرين، حركة النهضة وائتلاف الكرم. نقعد ونحكيو على حركة النهضة، نمشيو لرفيق عبد السلام اللي صرح اليوم انه الائتلاف الحكومي باش يزداد وحدة، وكان وإذا أطل عليكم عبو فاعلموا أنه تأبط شرا وتآمر. دونك اليوم عاود لي الجملة. إذا أطل عليكم عبو فاعلموا أنه تأبط شرا وتآمر. دونك هذا اللي قالوا اليوم القيادي في حركة النهضة رفيق عبد السلام، قال دونك حذر من اللي أسماه حكم الأقليات المتسلطة والمتحيلة، وأكد اللي يحكموا واللي يحلموا بتغيير المشهد السياسي بالمناورات واهمون، في إشارة اللي بين عن حركة الشعب هيكل المكي وخالد الكريشي. ديجا كنا حكينا على التصريح حكينا عليهم البارح اللي قال انه الحكومه باش تنهار، اللي اعتبروا دونك كما قلنا انه حكومه هشام مشيشي سقطت بعد ايقاف نبيل القروي رئيس حزب قلب تونس اللي هو واحد من مكونات الائتلاف الحكومي، وكتب في تدوين انشرها على فيسبوك: الائتلاف الحكومي سيزداد وحده وتماسكا، ليس لانه الافضل لتونس، ولكن لان البديل عنه هو حكم الاقليات المتسلطه والمتحيله وتركيز الحكم الفردي الذي لفظته الثوره. اذا اطل عليكم عبو فاعلموا انه تأبط شرا وتآمر. وكان انشر البارح دونك ولت البارح بلوتو تدوينه جاء فيها: الذين يحلمون بتغيير المشهد السياسي بالمناورات الصغيره وهمون، ولن يجنوا غير الريح. ما يحدد الاوزان السياسيه ويبني الشرعيات ويسقطها هو صندوق الاقتراع ولا شيء غير ذلك. النقطه الاولى اللي باش نجاوب عليها سي رفيق في كلامه هو صحيح، وانه اليوم اثبت وانه بالبيانات نتاع حركة النهضة ونشوفوا مواقف الحليف الثاني، وأنه يبدو أن هناك الارتباط مازال قائم. لكن كيقول على عبو عندما يأتيكم عبو، عاود لي بربي الجملة هذه قوية برشا: وإذا أطل عليكم عبو فاعلموا أنه تأبط شرا وتآمر. باهي مع شكون قاد السيد محمد عبو؟ خلينا نربطوا الأمور. باهي هو ما عادش في التيار الديمقراطي، اليوم السيد محمد عبو قاعد على رؤ، معناتها استقال ولا يمثل التيار الديمقراطي، لا يمثل الكتلة الديمقراطية. آخر خرجة رينيها السيد محمد عبو مع شكون؟ اش معناها مع شكون؟ مع شكون قاعد؟ ما انت يكون مع رئيس الجمهورية. مع قيس سعيد، معناتها يتآمر، ومعناتها لا سي معناتها سريالية الحكاية.
معناتها السيد رئيس الجمهورية يستقبل محمد عبو والسيد رفيق بوشليكا رفيق عبد السلام يقول وأنه تآمر التآمر معناتها يتآمر مع شكون؟ يتآمر مع رئيس الجمهورية. هذايا نقطة استفهام، نقطة استفهام معناتها هل أنه يقع التآمر معناتها رئيس الجمهورية يتآمر مع شخص؟ فهمتني؟ ولو أنا أظن أنه اللي أكد لي وأنه يقصد في القاعدة ما بين السيد رئيس الجمهورية والسيد محمد عبو، وهو أعطانا توصيف جديد في العلوم السياسية اللي هو ما فماش. إيش معناه؟ ها باش نعطيك التيرم، معناتها التيرم المصطلح اللي استعمله السيد رفيق عبد السلام. اش قالك؟ لأن البديل عنه هو حكم الأقليات المتسلطة المتحسن. حكم الأقليات، هل هناك حكم الأقليات؟ هذا غير موجود في العلوم السياسية، معناتها في حتى دولة أصلا. نحن في دولة ديمقراطية ما نجمش يكون فيها حكم أقليات. صحيح صحيح. مش يقولك هو حكم الأقليات ويعطيها وصف زوز أوصاف خايبين، المتسلطة والمتحيلة وتركيز الحكم الفردي. شكون الحكم الفردي؟ تاع شكون حسب رايك؟ اللي رفضته الثورة سنة قبل ما شكون الحكم؟ شكون ينجم يحكم وحده في البلاد؟ عبير موسي. تين عبير موسي؟ عبير موسي نجم في المعارضة مش باش تحكم وحده. لا الحكم الفردي ما نجم يكون حكم رئيس الجمهورية. دونك ماش تسألني أنا سياسة بيه. ليه ماني أنا قاعد نحلل في الكلام وفيغ يا ميزيغ كيقول لي هو يتآمر إذا جاكم محمد عبو راه تأبط شر وكذا وقاعد باش يتآمر، وإحنا شفناه مع شكون قاعد. الناس كل شفت السيد محمد عبو مع شكون قاعد، مع السيد رئيس الجمهورية. ومن بعد يعطي وصف جديد في المصطلح جديد اللي اسمه حكم الأقليات. فهمتني؟ الأقليات المتسلطة والمتحايلة. إيش معناتها؟ معناتها الأقليات اليوم اللي في البرلمان، ويقصد يمكن أكثر جماعة ويذكرهم هوني بالاسمة اللي هما الكتلة الديمقراطية يذكر، وحركة الشعب خصوص خاطر زوز خالد الكريشي وهيكل مكي من حركة الشعب، اللي هو يشير للتحالف ما بين حركة الشعب والسيد رئيس الجمهورية وكليان ذاك اللي هو السيد محبو. الأقليات هي الكتلة الديمقراطية اللي هي في البرلمان في المعارضة وأقلية وما تنجمش تحكم وما تنجمش طيح حكومة وحدها وما تنجمش طلع رئيس حكومة وحدها، وهذه بدعة ما تنجمش تصير. دونك حكم الأقليات ما ينجمش يصير. والحاجة الثانية وأنه لا يمكن تركيز الحكم الفردي، لأنه هناك دعوات. الدعوة سمعناها صريحة من السيد محمد عبو بأنه حان الوقت بأنه سيد رئيس الجمهورية يخو بزمام الأمور، يحط في الحبس ويعمل ويفعل قوانين استثنائية. دوك هوني رد من السيد رفيق عبد السلام على السيد رئيس الجمهورية، لكن ما هاجمش السيد رئيس الجمهورية طول، هاجم السيد محمد عبو اللي كانت تقابل معاه. وبتبيع كما قلت لك أشار لخالد الكريشي وهيكل المكي في الحكاية هذه. نتعدي للموقف الشريك الثاني في الائتلاف الحاكم اللي هو موقف ائتلاف الكرامة. كان اليوم نشر بيان قال فيها حرفيا يتابع ائتلاف الكرامة بكل اهتمام تداعيات قرار السيد القاضي تحقيق بالقطب القضائي المالي إصدار بطاقة إيداع في حق رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي، وإذ يؤكد ائتلاف الكرامة على عميق تمسكه باستقلال السلطة القضائية وبالنأي بها تماما عن التوظيف السياسي وعن استعمالها كوسيلة للانتقام أو التأثير على التوازنات السياسية اللي أفرزتها انتخابات أكتوبر 2019. وإذ يؤكد ائتلاف الكرامة كذلك على شديد تمسكه بمبدأ مكافحة الفساد بلا هوادة باعتباره استحقاقا ثوريا وضرورة سياسية واقتصادية لإصلاح ما أمكن إصلاحه من مخلفات منظومة الاستبداد اللعينة. فإن ائتلاف الكرامة يؤكد كذلك على متابعته الدقيقة لكل ما حف ويحف بملف مكافحة الفساد من حركات وتصرفات مريبة ونقاط استفهام من قبيل خرق إضراب القضاة وخرق إضراب كتبة المحاكم ليومين متتاليين فقط من أجل ملفين محددين، هما ملف المواطن سامي الفهري والمواطن نبيل القروي. والحال أن مئات الملفات القابعة في رفوف المحاكم والتي تهم مواطنين آخرين في نفس الوضعية القانونية لم يتم التعامل معها بنفس الإجراءات شديدة الاستثمار
استثنائية. كما يتابع ائتلاف الكرامة كذلك بكل استغراب كم التسريبات التي نشرتها صفحات تابعة للتيار والشعب، وكم التدوينات والتصريحات التي صدرت عن قيادات ونواب عن الحزبين المذكورين، والتي ترتقي إلى حدود تسريب أسرار التحقيق والتدخل ومحاولة التأثير على القرار القضائي، والتي تشي أيضا بسبق تنسيق وتدبير بين رئاسة الجمهورية وقيادات في حزب التيار بهدف خلق وضعية قضائية جديدة تمهيدا لاستثمارها سياسيا فيما بعد. وإن ائتلاف الكرامة ينبه الجميع في النهاية بأنه لا يمكن خداع التونسيين ببعض العناوين البراقة كمكافحة الفساد لتمرير أجندات سياسية غير ديمقراطية، خصوصا إذا كان من يرفع شعار مكافحة الفساد هو نفسه من كان ينزه منذ وقت قريب من تورط ينزه منذ وقت قريب وبحدنا كان الأستاذ نزيه من تورط فيه وبالجرم المشهود عن ائتلاف الكرامة نطق رسمي سيف الدين مخلوف. هوني نوع من كيف مدعم القلب تونس دعم في شبيه ذمك أي وذمك لي، وعليش وعليش السيد نبيل قروي كهو بون زاد ذكر معاها سامي الفهري. شوف هنا فما حاجة مهمة برشا، المواطن والمواطن أي المواطن أي يعتبروا أنه النقاء الثوري لائتلاف الكرامة يسميه المواطن، معناتها مهما عليه الشأن متاعه ديما يقعد مواطن. دوك هوني نفهموا أنه كيف كيف ائتلاف الكرامة كيما حركتنا هذا الائتلاف مازال قائم مع قلب تونس. جوستومون ديجا نشوفوا في نفس التوجه نتاع رفيق عبد السلام عجبد في البيان نتاعو ائتلاف الكرامة حكي على حركة الشعب، حكي على اي فمعركة عركة اليوم حركة واضحة بين حركة الشعب وأمة منشيرة، خاصة حركة الشعب والتيار ومنشيرة الأخرى حركة النهضة وائتلاف الكرامة. جوستومون دونك كيف كيف دونك نفس الموقف اللي خذيته حركة النهضة خذيته اتخذيه ائتلاف الكرامة اللي هما أبارامون باش يقعدوا في مساندة لحزب قلب تونس حسب ما فهمت. وي به نتعديو دونك الاستاتيو اللي كان نشره سيف الدين مخلوف اليوم، يقول فيها حرفيا واعذروني على الكلمات انا باش نعاود كلمة خايبة مش لازم تقولها إلى كل بون مشكل مخايبة حيوان سنحترموه. إلى كل قرد استغل غيابي للترويج بأنني هربت وسيتم رفع الحصانة عني، هربت سامحوني وسيتم رفع الحصانة عني وسأدخل كما يتمنى لي إلى السجن، ليني سارق من الشعب ولا كنت محامي نبيل القروي ومن بعد وليت شامت فيه، عندي قضية متاع رجال مش كيفك، قضية ذات قاضي تعليمات تحتجز أطفال قصر خارج القانون لعدة أيام ومتحمل مسؤوليتي كاملة فيها فيما قلت، والحصانة متاعك تخليت عليها قدام التحقيق وقدام المحكمة وما نخليش حد يوصل باش يطلب هو رفعه، وكانك تتمنيني في الحبس لأنك لم تقدر على شخصي ولا على ائتلاف الكرامة لا في النظافة ولا في الخدمة ولا في التشريع، فإني نقول لك اللي السجن أحب إلي من عيشة لكيفك. وحط الأشتاج ائتلاف الكرامة وأشتاج ما تغلبونا كان بحديث التريكن. بون سيف يواصل في استعمال الملفظ، حاولت النقص بون مش على قرد هو بون لفظ خايب ما كروش سيف استعمله، لكن كالعادة رجال احنا رجال واحنا اللي ما نتيحوش في كذا واحنا الرجلة في نفس السياق، لكن انا معاه في حاجة معاه في حاجة سيف الدين مخلوف، وهو هذايا كيف كيف نفس اللي حكيناه على شكون البارح على الادعاء بالباطل، حكينا على البارح على يوسف الشهد، على يوسف كيف كيف على الأستاذ سيف الدين مخلوف اللي كان معناتها هذا يقولوا عنده تحجير سفر ولا هرب هو ما فهم شيء، أنا أدين مثل هاتي معناتها الإشاعات اللي تصدر ضده، لأنه شو نحبوه ولا نكرهوه سيف مش هذا المشكلة، المشكلة كان مش تحاربوا بالسياسة وتحاربوا بالفكر، ما تحاربوش بيطلق الإشاعات وبالأكاذيب. السيد موجود هوني في تونس لا هرب لا شيء، ما هو سيف هذاك هو سي سون ستيل، وانا نعرفه ملي كنا صغار ملي كنا نقراو في الفاكس سي سون ستيل، فهمتني ماذا بيه اليوم شخصيه عامه ينقص شويه هكا من الالفاظ هذه الصعيبه والقويه معناتها فهمتني، ياما انا معاهم ساندو في انه يرفع اي قضيه في اي شخص معناتها خرج عليه وانه هرب ولا فيه تحجير سفر، ومش هو برك راهو اليوم برشا اسامي نتاع السياسيين ماك تعرف كي يصير عمليه ايقاف يخرجوا يوقفوا ثلاثه من الناس يخرجوا 40 واحد نفس الحكايه، مثلا انا نكره مي ولا نكره الحزب نتاع مي نخرج تم ايقاف مي ولا مي هربت هاي في المطار ولا في المغرب
المغرب ولا فيها بطاقة إيداع ولا بطاقة جلب ولا فيها تحجير سفر. دونك هذا تكثر في وقت فما إيقاف مهم كما الإيقاف اليسار سيتان موست إيقاف كبير سيد نبيل القروي. دونك أي سياسي ولا أي مسؤول ولا أي شخص حتى مواطن عادي تخرج فيه إشاعة كيما هكا على خاطر عنا تم إيقاف السيد نبيل القروي يلزمه يشكي بالناس اللي خرجوا عليه الإشاعات هذا. يا اخي هي تعتبر جريمه انك تقول جريمه بيان سور كيفاش مع جريمه ثلب وترويج اخبار زائفه وجريمه الكترونيه زاده على معنى مجله الاتصالات فيها عقوبات سجنيه وعقوبات ماليه. ليه المشكله في تونس في نوع الجرائم هذا انه ياخذوا برشا وقت. انا راهو انه يلزم هذاك علاش نقول لك يلزم نستثمروا في العداله باش نوقفوا التيار هذا نتاع اطلاق الاشاعات الزائفه. يلزم وانه العداله تكون فيها سرعه في الاجراءات وسرعه في الاحكام. لانه اليوم مش معقول مازالوا قضايا يقعدوا 3 و4 سنين وقضايا كيما هكا. انا ليامات الاولى نعرفهم القضايا كيما ليامات الاولى هما الوجاعه الكبيره فيهم هما معناتها اللي متى ذمك الكل باش تعدى العام العامين 3 4 وسيد لاخر 3 4 سنين وهو من ساعات تلقى مازال يحمل اثار الاشاعات. فما عباد طلعوا عليهم اشاعات اليوم معظم الشعب التونسي خايبهم حقائق فهمتني. وهذا علاش على خاطر اللي قاموا بنش اشاعات هذم خاطر القضاء بطيء ما تعاقبوش. نخرجوا فاصل تشويه سمعة أوتخومون دي معناها تصير تشويه سمعة بيان سور ريت حتى من بعد نعرفوا اللي هو ما عملش واللي هو مثلا سيف مخلوف ما هربش وما فيش بطاقة جلب ولا بطاقة إيداع ولا تحجير سفر فهمتني. فما عباد تقعد سنة من بعد عام تقول لك ما هو هذاك هربك العام ولا في تحجير سفر. هو غير صحيح لأنه مثل هذه إشاعات تخلي معناتها فما ديسكيل بيه. وهي في القضية كأصل القضية معناتها اللي يحكي عليها سيف الدين مخلوف هو فما عنده قضية قال ضد قاضي تعليمي تحتجز أطفال قصر خارج إطار القانون لعدة أيام. دونك هنا هذا يتحمل مسؤوليته في الكلام اللي قاله فهمتني. هون يا ما أنا نحكي على إطلاق الإشاعات اللي هو هرب ولا عنده تحجير سفر. ميرسي ماي نخرج فاصل ونرجع باش نكملوا لونتي سيف مخلوف على عبير موس على العشرة متاع الليل تسهروا مع نوفيل جينيراسيون بلاستيك بيت ليميسيون ليميسيون تو دو سويت هذه نوفيل جينيراسيون باردون اوي فات اتونسيون سرق الحناشي ديما حاضر ما يبداش ميرسي دالي تونسي برشا انرجي اوي جميلة الفريق هذه اللي ديال عسلي مارو المزين قوم وقلد يا فنان احمد العشيمي ما تنساش لا يدوي ولا ندويان نوفيل جينيراسيون سرق الحناشي وبقية ليكيب والضحكة جارانتي نوفيل جينيراسيون EFM أحلى راديو أحلى ضحكة. واحد خزر لصاحبه وقال له طيب أنت كون جا عندك 6 كرهب تعطيني كرهبة؟ قال له أبي صاحبك أخوي نعطيك كرهبة. قال له كون جا عندك 6 ديار تعطيني دار؟ قال له أبي صاحبك أخوي نعطيك دار. قال له كان عندك 6 صباب تعطيني صباط؟ قال له ليه؟ قال له عليه؟ قال له خطر عندي 6 صباب. ثمانية لتسعة متاع الليل انتم تسمعوا في مع حاتم على EFM أحلى راديو. إيه فهم أحلى راديو مرحبا بكم من جديد مع حاتم اليوم كالعادة مجمع حاتم الجمعة هذه نكملوها مع أنس. وسعوا بالكم معايا حتى يرجع مول المول ياخذ المفاتح متاعه ويرجع يشد لميسيون متاعه مي. دونك كمان بسيف مخلوف نتعدي العبير موس البارح نحن كنا باش نحكيو فيه الموضوع ومن بعد ما كفانيش الوقت باش نحكيو ساعة أنس مقبل كل شيء تصريح كانت صرحت به البارح عبير موس. تتشرف كتلة الحزب الدستوري الحر بأن تعرض عليكم مشروع ميثاق سياسي للاطلاع عليه وإثرائه عند الاقتضاء وعرضه على هيكلكم وقيادتكم الحزبية قصد تبنيه والإمضاء عليه ليكون وثيقة سياسية تتحرك في إطارها مختلف التنظيمات السياسية وتجسمها الكتل البرلمانية وتساندها في ذلك المنظمات الوطنية والقوى الحية في المجتمع من أجل توفير مشهد سياسي واضح الهويات والمعالم والأهداف قادر على تغيير الواقع وتصحيح المسار.
دونك كان هذا تصريح الرئيس الدستوري الحر عابر موسي في إطار ما تسميه هي ثورة التنوير. قالت أنه باش تكون فما وثيقة سياسية تحت شعار تصحيح المسار تتوجه للكتل البرلمانية والمنظمات الوطنية والجمعيات، واللي باش تقعد مفتوحة لكل من يرغب في الانخراط فيها، وذلك للإمضاء حتى يكون الالتزام بأهداف ومبادئ الميثاق قوي وواضح، باش تتقدم بعريضة شعبية توجه للشعب التونسي صاحب السيادة مباشرة للإمضاء وتجذير أهداف وقيم ثورة التنوير في صفوف المواطنين وتبنيها شعبيا والعمل على تنفيذ برامجها. الحزام السياسي المتكون من القوى المدنية متوفر وقادر على تنفيذ الإصلاحات، ويمكن أن يصل إلى أكثر من 130 صوت داخل البرلمان إذا توفرت الإرادة السياسية لدى الجميع. تعالت الارتهان بيانسور حسب هذا كل نقرأ في ستاتيو متاحة، تعالت الارتهان لكتل الغنوشي وذراعه وهي، وهذا ثابت بالحجة والدليل. اللهم أشهد أننا بلغنا سجل يا تاريخ. هذا ستاتيو كانت نشطه عابر موسي. دونك عبير موسي اليوم تدعو الى ثوره مش ثوره التنوير، مش ثوره ثقافيه، ثوره ثقافيه اللي اطلقها ماو تسي تونغ في الصين، لانه الثورات بصفه عامه ديما تتبعها ثورات ثقافيه، وديما يقودوا فيها قبل ما تصير ثوره اللي يدي هما المثقفين. لكن في تونس ما صارش هذا، معناتها الثوره بدات من الاعماق، من اعماق البلاد، من سيدي بوزيد، من قصرين، من تالا، من بوزيان، من المكناسي، ومن بعد مشات بنيوها خاصه الزوز المؤسسات الكبار في تونس وقتها، الاتحاد العام التونسي للشغل والهيئه الوطنيه للمحامين اللي خلاوها ولات في المدن وانتشرت في البلاد. دونك ما كانتش ثوره ثقافيه سابقه. واليوم مع برشا توانسة قاعدين يعتبروا وأن هذه الثورة فشلت. أكثر من هكا فما شكون يعتبر وأنها ما هيش ثورة، فمش قولك لا ما هيش ثورة ويعطيها أسامي أخرى دونك، وما يعترفش حتى بالمكاسب بتاع قولك أنا شو عملت بها توا، حرية التعبير ورا حرية الأراء. دونك شو عنا هوني، فما مصطلح جديد، لأنه فما كل تغيير متاع سلطة فما شرعية، نوع من الشرعية، فما شرعية برقيبة اللي هي شرعية الاستقلال. برقيبة جاب الاستقلال وقعد يلعب علينا مدة 30 سنة وأنه هو أب الاستقلال وأب الدولة الحديثة، والشرعية متاع الدولة متاعه مبنية على خرج فرنسا وشرعية الاستقلال. ومن بعد جات شرعية بن علي اللي هي شرعية التغيير، لأنه آخر عهد برقيبة كان فما اضطرابات اقتصادية واجتماعية وكان وكبر. دونك جي هو منع البلاد وجاب ما يسمى بالتغيير والعهد الجديد، ونعرفوا الشرعية متاعه قعد حتى لين آخر العهد متاعه نحكيه على التغيير وعلى العهد الجديد. ألوركو عنده 22 21 23 سنة، وفما الشرعية اللي هي شرعية الثورة، اللي هي شرعية الثورة واللي الناس تحكي بشرعية الثورة وثورة التونسية وثورة على الظلم وثورة الكرامة وثورة الحرية. عبير موسي هوني جينا بمصطلح جديد وهو ثورة التنوير، والمصطلح هذا يمكن باش تخدم انا نتصور اول مرة هي قالته في خطاب، وما نتصور باش تخدم عليه برشا، لانه بس بالنسبة ليها يمكن هذايا ان جوكير، وانه نتجاوز الثورة. الثورة ولات ريت كيما يخرج تليفون اس ان و اس دو اس 3، عنا احنا اس ان اس دو و اس 3، ولا اس ان هي الثورة ولا برو ان هي الثورة، والبرو دو اللي يلزمنا توا وقايد باش نتعداو للبرو دو ولا الاس دو ولا الا دو اللي هو اللي هي ثورة التنوير. دونك اليوم عبير موسي تحب تتجاوز الثورة دون الالتفاف على الثورة، لأنه كيقولوا الثورة هي قتلك في اجتماع عملته وظهر لي في اجتماع شعبي في المستير، وأنها متمسكة بالديمقراطية والمكاسب الديمقراطية، وماهيش معناتها خاطر فما برشا عباد معناتها ينجموا يمشيوا ويصوتوا لعبير موسي، لكن خايفين من عبير موسي وأنها تنقلب على الديمقراطية، وإلا عبير موسي نهار اللي توصل للحكم في صورة ما وصلت للحكم ترجع للبلاد لمربع الحكم الفردي والحكم الاستبدادي، اللي مهما كان عنا من أخطاء في الثورة ومهما كان عنا هنات في الثورة ومهما كان الوضع الاقتصادي سيء، التوانسة ما يحبوش يرجعوا المربع الاستبداد. دونك هي في بقعة تقول ما فهمت الثورة، وهذا شمشيت عليه المدة هذه الكل، فهمتي؟ والخطابة ذاك ينجم ينقص لها من العباد اللي تنجم تصوت لها، جابت كونسيبت آخر ما نعرفش هي فما شكون اقترح عليها، عاملة كيما برشا أحزاب كالمؤسسات تضمك متاع التأثير على الرأي العام، جابت مصطلح جديد، مصطلح يمكن تخدم عليه
العوام الجاية هو ثورة التنوير. نمروا من الثورة هكا، ما قلناش الثورة ما فماش، قلنا فما ثورة التنوير. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية اللي نحب نحكي عليها الاقتراح اللي عملته متاع وثيقة سياسية تحت شعار تصحيح المسار ومثالش وماناش احنا باش نقدموه، قدموه انتوما باش ما يقعش احراجكم احنا نصدقوا عليه اما الناس الكل تصحح. هذايا في إطار حربها على المكونات الأخرى في الحزام، العائلة اللي تتسمى الوسطية التقدمية الحدثية الاجتماعية، العائلة الوسطانية ذيك. على خاطر باش نكون معناتها بسيط في الوصف، مانيش ندخل في التدقيق، مي باش معناتها عندنا العائلة المحافظة فهمتني اللي فيها مثلا حركة النهضه وائتلاف الكرامه، وفما العائله التقدميه الحدثيه والعائله اليساريه، وفما في الوسطك الكعكه الكبيره ذيك المقسومه ابراج، واللي تخصمت في 2011 واللي في 2014 تلمت بصفه كبيره، واللي في 2019 كيف تقسمت مره اخرى. جي لاوتسايدر اللي هي من الاخر عبير موسي، وقاعده كل يوم ونشوفوا فيهم حتى في صبر الاراء، وتاكل من الباي نتاع العائله الوسطيه الوسطيه الاجتماعيه، اللي هي مجموعه الناخبين اللي صوتوا مثلا في 2014 لنداء تونس، واللي تقريبا عبير موسي تحب تلم العائله ذيك باش يصوتوا لها هي في الانتخابات الجايه. اكثر من هكا، عبير موسي قاعده تعطي تطمينات مش العائله الوسطيه برك، للعائله اليساريه. فما اليوم شكون حتى من اليسار اللي يدعو وانه العائله اليساريه فشلت مده 10 سنين فهمتني، وعبير موسي قاعده تحارب في الظلاميه والمصطلحات اللي تستعمل فيهم هي، ويعلنون في التحاقهم ولا بإيمانهم بمشروع عبير موسي. كيف فما في العائلة الحدثية التقدمية الليبرالية قاعدة تاكل منهم. دونك هذه رسالة موجهة للناخبين متاع العائلات هذم. علاش رسالة موجهة؟ تقول لهم هاني أنا مديت مشروع هذايا شعار تصحيح المسار والوثيقة السياسية، الشرط متاعي الوحيد هو وأنه يكون إقصاء الإسلام السياسي. ظاهر هوني تقصد حركة النهضة، ويمكن زادة تقصد في ائتلاف الكرامة. اللي ما يجيش هو كشهدوا عليه، معناتها حاجتين، يا يجيوا معاها وتمشي في الخطة متاعها متاع يتلموا 130 نائب في خطة في إقصاء الكتلة الحاكمة اليوم، معناتها الكتلات الكتلة الحاكمة، يا ما يجيوش معاها ويقول قلت لكمش هاوك جوباني ومخاوين مع الإخوان المسلمين وجارجون اللي تستعمل فيه. فهي تعتبر روحها رابحة من زو شيرات، يجيوا معاها وتعدي المشروع متاعها هو نصر لها، ما يتعداش هي خسرت وأنه ما يتعداش، لكن ربحت الناس اللي ما يحبوش النهضة ولا الزيلكتور اللي ما يحبوش النهضة وما يحبوش الاتلاف الكرامة، لكن يقولوا فلا في الاخر ما فما كان عبير موسي ما يجيوا لأربع سنين إلا ما العباد هذوما يقتنعوا وأنه عبير موسي هي ممثل الحركة، هي معناتها المورس الكبير متاع العائلة الوسطية التقدمية اللي قاعدة تعيش التقليدية في كارثة. كلها مشيت وكلها قاعدة تتأكل من يدي تونس لتحية تونس الأفق تونس تونس درشنوة تونس، هذوما الكل للمسار اللي يمثل اليسار، مع ذلك قاعدين يتأكلوا، حتى قاعدة تأكل من شكون صوت للتيار الديمقراطي مثلا، اللي هو معناتها في جانب من ينتمي في جانب كبير من اللي صوتوا للتيار الديمقراطي للعائلة هذه. دونك عبير موسي تعتبر روحها، نجم تعتبر روحها رابحة مش شيرتين.
نتعداو الاخبار الموالي اللي يخص نقابه اعوان العدليه، وين كان رئيس النقابه الوطنيه لاعوان واطارات العدليه حطاب بن عثمان اليوم اعتبر اللي امر التسخير اللي اصدره سير العدل الاليه غير دستوريه، واللي هي تستعمل من قبل الانظمه الدكتاتوريه والمستبده، وقال اللي هو ضرب للحق النقابي واللي الاعوان مش باش يستجيبوا ليه، واكد اعتزام النقابه انها باش ترفع قضيه باش توقف امر التسخير هذا. من جهه عنا زاد تصريح كان علق على استثناء قضية سامي الفهري من الإضراب اللي نفذوا أعوين وكتبة المحاكم، وكان عنده توضيح بخصوص القضية هذه. صحيح صار خارق لترتيب الإضراب بصفة شخصية، معناتها من زملاء بصفة شخصية، وكان تقدير شخصي اللي فيما يتعلق بقضية سامي الفهري. الناس كل تعرف اللي أجل الاحتفاظ توفى في 4 فبراير 2021، وأجل الاحتفاظ هذه 14 شهر يتمتع بموجبها المتهم بآلية الإفراج الوجوبي. فالزميل الخا روحه رئيس كتب المحكمة السناف بتونس الخا روحه أمام خيارين، أنه يتحمل هو والقطاع مسؤولية الإفراج الوجوبي على سامي الفهري، وإلا يتمسك بترتيب الإضراب. هو تقديره كان أن هذه قضية رأي عام وما نتنجمش يتحمل وزر الإفراج الوجوبي على سامي الفهري، فقام بالإجراءات هذه في تقديره هو شخصي، معناتها باش يمنع القطاع من تبعات الإفراج الوجوبي على سامي والاتهامات اللي باش ترتب عليها. واحد دونك كيما سمعنا بخصوص استثناء قضية سامي الفهري من الإضراب اللي نفذوا أعوين وكتبة المحاكم، فهمنا الديك معناتها اليوم هو دونك نورمالمون سامي الفهري كان يخرج في تاريخ 4 فيفري جاي، على خاطر هو تاريخ انتهاء الأجل القانوني للإيقاف اللي هو الإفراج الوجوبي، اللي هو قديش الأجل القانوني 14 شهر من الإيقاف. دونك هذاك علاش تم الإفراج، تم معناتها الفازة الحكاية الوحيدة اللي فيها خرق الإضراب في بمحكمة الاستئناف في قضية سامي الفهري، باش ما يتصايب سامي الفهري تو سامبلومون بكل سهولة وبكل بساطة. هاو التصريح جاء فهمتني، ولو أنه معناتها احنا ولا حكينا كي حكينا معناتها عليها الحكاية ما حبيتش يقولها أنا فهمتني، خاطر هو بقي قعد تخمين قانوني، لكن هذا صراحة قالها حطاب بن عثمان قالها على خاطر كان ما يخرقش الإضراب فهمتني يتصايب سامي الفهري، وما نعرفش وألاف وعشرات ومئات الألاف من توانسة اللي مصالحهم متعطلة واحد ما يتنقذوش. أنا نقطة استفهام أسوقها وأمضي. ميرسي ماي، ميرسي يا أنس، شكرا لك. ميرسي يا عزة، وفي الوقت يا ماي كهو بيع وروح. ميرسي عزة، ميرسي إيمان جدي، بون ويكاند الناس كل، نهار اثنين إن شاء الله يرجع لكم حاتم اون برانسيب. نسلم عليكم الناس كل ونقول لكم باي باي، بون ويكاند.